يا اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من اكس او على كوره بلس تي في. طبعا النهارده معانا اثنين متسابقين, هم الاثنين مطقمين مع بعض نفس زي ما انتم شايفين. والحقيقه ان دي مش اول مره يقابلوا فيها بعض, هم اتقابلوا قبل كده كتير سواء هنا في الموقع وفي البطوله كمان بطوله اكس او, لكن الحقيقه النهارده الوضع مختلف لان سمعت كده شويه كلام من علي قبل بدايه الحلقه انها بتقول ان الحلقه دي هتبقى سهله بالنسبه لها, وشاكر قال لي عاليه يعني دي حلقه. طب ليه يا جماعه كده الضحكه دي؟ والله خليني ارحب بيك يا شاكر. والله يا كابتن, ارحب بيك يا عاليه. والله يا كابتن انا اللي برحب بيك طبعا يا كابتن كانو, وبرحب بالكابتن عالية. خصم النهارده العنيد جدا والصعب جدا والله ما حصل, ولكن ان شاء الله باذن الله نقدر نتفوق عليها. انا عارف طبعا ان هي معلوماتها قويه جدا, وده شيء عامل لي ضغط وقلق وانا جاي في الطريق بصراحه. انا حاسه في تريقه في لا خالص, انا بتكلم بجد. انا عاجبني الروح دي جدا. طبعا محمود شاكر نجم التحليل في كوره بلس, وعلياء حشمت نجمه التحليل والسوشيال ميديا في كوره بلس, واحده من نجوم كوره بلس الحقيقه. واذا كان عليا يعني قللوا منك قبل كده وقالوا ان انت مش هتكسبي, انا شايف ان انت النهارده لا جاهزه. انا جاهزه. جاهزه الحمد لله. احلفي والله العظيم. طيب نبدا الحلقه. نبدا. عارفين الرولز طبعا بتاعه الحلقه, ان احنا اي حد هيجاوب فينا سؤال هيحرك دي حركه, يحرك اللعيب بتاعه لحد ما نعمل طبعا اكس او. عارفين اللعبه اصلا ولا اشرحها؟ لا لا عارفين. كابتن كانو مش كده, مش الدرجه. طيب دي ماشي, نبدا الاسئله على طول. يلا بينا. الاسئله دي هتبقى اسئله سرعه. والسؤال الاول بيقول, مين اللاعب المصري اللي لعب لبنفيكا البرتغالي؟ عبد الستار صبري. عبد الستار صبري اجابه صحيحه. يا سلام عليك يا عليا, حركه حتى شوف الحركه فيها كمان. لا يعني في فن بيتعمل. السؤال الثاني في النص على طول عشان السؤال كل الجوانب جميع. السؤال الثاني بيقول, مين هو هداف الدوري المصري الموسم الماضي؟ زيزو. شاكر ايه؟ لا انا منور بجد. زيزو اجابه صحيحه يا علي. ماشي جيت ولا فاضل لها حركه واحده؟ لا عادي, فاضل لها حركه واحده. خلي بالك نلعب بقى بجد. طيب يلا. الله ده كان بيتسرع بيلعب بايظ ولا ايه؟ يلا. طب نروح للسؤال اللي بيقول, مين اللاعب المصري اللي فاز بالدوري السعودي مع فريق الهلال؟ احمد علي. احمد علي اجابه صحيحه. يا سلام يا شاكر. شفت يا كابتن محمود شاكر بيعود من جديد. دوس بقى شاكر في الحته الفاضيه. دي اول لعبه. أيوة. دي اول لعبه لسه ما تكسبها وشوط. السؤال ده مهم جدا وشاكر بدا يقفل عليك يا علي. عليا وشاكر, ما هو النادي الذي احترف فيه محمد ناجي جده خارج مصر؟ هال سيتي. هال سيتي. برافو عليك يا شاكر. والله كانت هتقولها يا جماعه. شاكر بيقترب يا عليا, والموضوع كده ايه دخل في الخطوره. طيب السؤال بيقول, محمد صلاح تقاسم لقب هداف الدوري الانجليزي الموسم الماضي مع مين؟ سون. سون اجابه صحيحه. يا سلام يا شاكر. يا سلام يا عليا, وانت احلى مشاهده بجد. الله ايه اللعبه الحلوه. شفتي عليا الموضوع سهل جدا. فرجه جميله جدا. الفوز شاكر في الجوله الاولى. نرجع لعيبتنا تاني يا جماعه. يا راجع يا علي, ما تيجيش بتحركي حد راجع. بس بدات ابداع عملت لي فيها. خلاص يا كينو بقى. بدات ابداع قويه بس وعملت لي فيها. وانا بقول لك شفت انت ريال مدريد في الاول ساب ليفربول يجيب جونين واداله اربعه. يلا يلا نروح للجوله الثانيه. الجوله الاولى بفوز فيها شاكر. اتمنى على انك تعودي بقى. تعودي اصلا يعني تروحي. من هو الفريق الفائز؟ لا طبعا فائز ايه بجد, لسه واخده بالك. من هو الفريق الفائز بلقب دوري ابطال اوروبا الموسم الماضي؟ ريال مدريد. يا ولد يا ولد. اتمنى ان شاء الله ما يكونش زي الجوله اللي فاتت. خلاص هي عايز تقف هنا سيبيها. انا دايما ببدا بس مش عارف. سؤال سهل قوي بقى. سؤال سهل قوي بس سريع جدا. بطل الدوري الموسم الماضي في ايطاليا؟ نابولي. برافو عليكي. يا سلام يا نور. احنا لسه في الموسم. يا سلام يا نور. لا والله ايه ده ايه ده ايه ده يا حبيبي. خلاص هو ده الموسم الماضي. شايف الياسمين ولا ايه؟ هو ده الموسم الماضي. اي خدمه اي خدمه. كابتن الموسم الماضي احنا لسه في 2023 يا كابتن. مش الموسم ده خلص؟ كابتن مين اللي واخد السنه اللي فاتت؟ مش نابولي. نابولي فاز يا كابتن. نابولي فاز يا كابتن بالدوري. معلش السؤال ده يا شاكر لو ما قدرتش تجاوب عليه علي هتاخد الجوله. مش قوي ده. انت ما نزلتش وش يا راجل. حتى من نزل دلوقتي. طيب محمد شريف كلنا عارفينه طبعا, لاعب النادي الاهلي, فاز بلقب هداف الدوري سنه 2020-2021 بعد ما سجل كام جول؟ 21. يا ولد يا ولد يا ولد. بعد اذنك بس يا ولد يا ولد يا ولد. والله كويس انت خدتي بالك ان انا قلت انت هتحط الثانيه في حته ثانيه خالص. ايه ده يا كابتن؟ واحد واحد بقى. المباراه تشتعل يا شاكر. ارجعي لما بنكسب نفسك وتطلع هناك. عجبني قوي. عجبني وامشي. عجبني قوي الروح الكويسه اللي مش موجوده بينكم دي. لا يا كابتن بجد ما شاء الله يعني. يلا اتاثر عليها راحت لبس ازاي الجوله دي يا جماعه. هي انا اللي جاي الاول على فكره. هي اللي هتحدد الجوله دي اللي هتحدد. ها ماشي. اسم النادي الجديد اللي انضم ليه
ليونيل ميسي. انتر ميامي. والله العظيم ما سمعت. ما تقول ميسي يا ماشي يا فهد. لحظه لحظه قالت ايه؟ انتر ميامي اجابه صحيحه. هو ميلان مثلا؟ انتر ميلان. والله هاخد انا هتاخد ايه بجد ولا ايه؟ بقول لك كده انت مذاكره قوي والله العظيم. ان شاء الله السوشيال ميديا، شفت السوشيال ميديا فرقت في حياتك ازاي؟ الحمد لله. لا الحمد لله. حياتك كلها عن السوشيال ميديا، انت عارفه؟ يعني لو النت قطع انت لا وجود لك، فاهمه؟ كانوا. يلا نروح للسؤال الجديد. ما هو الفريق الذي توج بالنسخه الاخيره من دوري روشن؟ دوري ايه؟ روشن. حد جد يا سلام والله العظيم يا عليا. ما تقولي دوري سعودي. طيب هموت. هموت. ماتش بوينت. يلا يلا ماتش بوينت. هموت والله العظيم. هيجيلي جلطه لو كسبت. انت بقى السؤال عن الدوري الايطالي، قول الدوري الايطالي بلاش كالشو. السؤال عن الدوري جيب دوري جيب بلاش بريمير ليج. انا بحب ادلع الدوري. ميسي اسمه ميسي، كريستيانو رونالدو رونالدو على طول. شاكر مخضوض متوتر. انا متوتر جدا. لو تبقى سهلة ركبك بتخبط يا شاكر. يلا كابتن. هداف النسخة الأخيرة من الدوري الإنجليزي. ايوه 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 عالي. قال لك لا بقى. قال لك لا بقى خلاص. انا حاسه ان السيناريو الشوط الاول بيتكرر. هتشوف ريمونتادا. تعالى. طب ممكن تدوس في المكان اللي تاني. شكرا يا كابتن. شكرا يا كابتن شاكر. أيوة. وشاكر بيعود من جديد. السؤال ده مهم قوي. لغوش هنا معلش. نهائي كاس العالم 2022 اللي كان بين الارجنتين وفرنسا، صح؟ المباراه دي انتهت بالتعادل 3-3. ضربات الجزاء كانت 4-2. قلت ضربات الجزاء 4 كام هتكون ضربات الجزاء كانت ايه يعني؟ كام انتهت كام ضربات الجزاء؟ هتكون ضربات الجزاء كانت ايه؟ هي اجابه خاطئه مبدئيا. 4-2 دي 4-3 طبعا. 4-2 دي لما نكون بنلعب بينج بونج. 4-2 يعني في حد كسب بقى ربع ساعه. انت يعني عشان والله العظيم احنا في كرب. والله لا 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 انا شايف سيناريو بيتكرر قدامي يا كابتن. انا قلت لك يا كابتن هو فرحان ليه كده؟ فرحان قوي ليه كده؟ هموت لو كسبت يعني. انا اخيرا هجيب لك هديه والله العظيم لو كسبت. طيب السؤال ده يا اما شاكر يحسم يا علياء، يا اما ترجعي تاني تشعل المباراه. عايز ارجع عشان المباراه بعد اذنك. يا ريت. ما اسم الفريق؟ اذكر مقاول الصرامي. ما اسم الفريق الذي توج بالنسخه الماضيه من الكونفدراليه الافريقيه؟ اتحاد عاصمة. هنا بقى هنا بقى مش عارف مين اللي جاوب الاول. هو صوته اعلى. هو صوته اعلى. هنرجع للفار. اقول لك اتحاد العاصمه ده جنسيته ايه؟ محتاجين نرجع للفار لان الحقيقه انا شايف ان هنا يا ريت يا جماعه الاخراج بس يقول لنا لو رجعنا للفار ايه اللي هيحصل، لان الاثنين جابوا في وقت واحد. سادن ديس. الله يسامحك. طبعا هنا الاخراج اجنبي فبيقولوا شويه متشكرين الله يسامحك. طيب هنرجع لسؤال جديد. السؤال بيقول ايوه ما هو الفريق الذي إيه توج؟ ما اتحسبتش. ما اتحسبتش والله. انا قلت قبلك على فكره بجد. ما تعطلونيش. انا قلت مش معقوله يا كابتن كانوا بجد. ما فيش فير بلاي كده. الناس من نفوسها مش صح. السؤال ده مهم قوي. خايف باين قوي ان هو خايف صح؟ طيب ما هو الفريق الذي توج بالنسخه الاخيره من دوري المؤتمر الاوروبي؟ وست هام. اجابه صحيحه يا علياء. بس للاسف مش هتكسبي عشان الرصه الغريبه بتاعتك دي. اتفضلي يا راجل. بجد فاجئتيني. فاجئتي هشام. ماشي والله يا جماعه المباراه بجد سهله وحلوه وبسيطه. سهله وحلوه يعني بجد سبحان الله. يا اخي الواحد مش عامل حساب على الحاجات دي خالص. طيب عشان تستقل بيها كويس. بتحبوا بطوله اليورو يا جماعه؟ بتحبوا بطوله اليورو؟ طبعا يا كابتن. طيب بطوله اليورو 2024 مين هينظمها؟ لا ألمانيا. اجابه صحيحه يا علياء. ألمانيا. واضح ان هي ألمانيا فعلا. هموت. حتى الاستيكر مش عايز يتحرك. علياء حشمت تحقق المفاجأة يا جماعة. واحدة من أقوى المباريات في اكس او وأغرب. سبحان من له الدوام. سبحان الله. الراجل اللي أنت كسبتيه ده نجم في الشارع بيعدي يسلفوا عليه وفي الجيم بيقولوا يا كابتن. والله خلاص خلصت خلصت. حسبي الله ونعم الوكيل. بجد عشان بعيد عن الاضواء شويه. الف مبروك يا كابتن علياء. واهم حاجه الفير بلاي اللي احنا كنا فيه طبعا. بص لي الف مبروك يا كابتن علياء. طبعا المباراه كانت صعبه جدا ولكن ظروف وحشه جدا والله. فخلاص هقول ايه؟ شاكر يعني بشكرك على الروح الرياضيه دي. شكرا. بس علياء اكيد عندك كلمه عايزه تقوليها. اتفضلي. الحمد لله. شكرا طبعا يا علياء. هي كانت لا اتفضلي خلاص. كان في جايزه.
ان جلاكسي والله يا والله هجيب لك جايزه. انا قلت قبلها كابتن وقلت ارجعوا للفار. الفار طبعا عشان خاطر العنصر النسائي. الفار بيتكلم انجلش والله. لحظه بس معلش، العنصر النسائي هنا موجود وعملوا رباطيه مع بعض. وبالنسبه لكانوا ده يعني اللي بيطبل لك؟ لا الراجل ما قالش حاجه، الراجل قال السؤال وانا اجبت. عايز بس بقى. عايز بس اقول حاجه للساده المشاهدين، شاكر الحقيقه احنا جبناه في ظروف يعني مش الطف حاجه، والراجل كان رايح مشوار وجبناه على مال وشه وقلنا له تعالى عشان عليا طلبت معاه تلعب. مش مبرر كابتن انا اتغلب من عليا كابتن، بس طبعا مش مبرر طبعا. ايه لا يا استاذه عليا، استاذه عليا بالنسبه لك ماشي الدنيا ماشي الدنيا. مبروك يا علياء، فخور بيكي والله بجد، اداء كبير جدا. شاكر هارد لك يعني الحقيقه عملت اداء كبير، ولكن قلبك الكبير صدقني اللي انت بتعمله ده اللي انت بتعمله ده هتشوفه قدام، هتشوفه قدام صدقني. ادعي لي والله، كانوا اهم حاجه بس يعني التعليق تشرفنا في المباريات القادمه، يبقى قابلني بكده كده. مبروك يا علياء، هارد لك يا شاكر، اشوفكم في حلقه جديده من اكس او. كنا معاكم النهارده محمود شاكر وعلياء حشمت، وعلياء عملت المفاجاه يا جماعه ونجحت في انها تفوز بعد ما عملت ريمونتادا، اعتقد اسم المانيا مش هتنساه ابدا في حياتها. شكرا علياء، شكرا محمود، شكرا شاكر، اشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله. شكرا.